وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عاطف عبد الجواد المحاضر الجامعي والباحث في الشأن الأمريكي. دكتور عاطف، بعد التحية، يعني بداية، كيف ترى المشروع الذي طرحه بايدن بشأن تعليق ضريبة الوقود ودلالته بشأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة حاليا؟ هذا المشروع هو مشروع مؤقت فقط لمدة 3 أشهر، ونحن لا نعلم حتى الآن ما إذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس الأمريكي سوف يوافق الرئيس على اتخاذ مثل هذه الخطوة، ولكن هذه خطوة واحدة من خطوات عديدة يحاول بها الرئيس بايدن التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الوقود والنفط في أنحاء البلاد، بل وهو يحاول أيضا اتخاذ خطوات أخرى لتسهيل هذه الأزمة بالنسبة للسوق العالمي في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الرياض في جدة في الشهر المقبل. إذن هي خطوة واحدة من عدة خطوات، ولكن حتى الآن لا نعلم ما إذا كان الكونغرس الأمريكي سوف يصدق عليها. دكتور عاطف، أوروبا تواجه اليوم صعودا جديدا لأسعار الغاز الطبيعي، ما هي توقعاتك بالنسبة لأسعار الغاز على المدى المتوسط والبعيد وتداعيات هذه الارتفاعات المستمرة؟ طبعا هناك أزمة في أنحاء العالم كما ذكرت قبل لحظة، وخصوصا بالنسبة للغاز وبالنسبة للبترول. مصر بالمناسبة تأخذ خطوات إيجابية لمساعدة أوروبا على تخطي هذه الأزمة، ليس فقط أوروبا بل في الواقع مصر وقعت اتفاقا حديثا مع أوروبا لتزويدها بالغاز المسال، وأيضا مصر تزود لبنان بالغاز المسال في اتفاق جديد وقع قبل أيام للتعامل مع أزمة الكهرباء والطاقة في لبنان والتعامل مع الأزمة اللبنانية الاقتصادية الكبيرة. طبعا هذه كلها خطوات، كل طرف من الأطراف الذي يملك ولو جزء صغير من الحل يحاول التقدم صحيح. بها الآن. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عاطف عبد الجواد المحاضر الجامعي والباحث في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.